علي إبراهيم ووباء الجمرة الخبيثة. مرة ثانية ينتدب علي إبراهيم للريف لفحص وباء غريب يصيب السيدات عادة ويؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات. وقد استطاع علي إبراهيم في وقت قصير أن يشخص المرض بأنه وباء الجمرة الخبيثة، وأن السبب في إصابة السيدات أكثر من الرجال هو كثرة تعاملهن مع روث الحيوانات في صنع الوقود، حيث تكمن الجرثومة المسببة للمرض في روث الحيوانات. فاستطاع علي إبراهيم أن يحصر الوباء مرة ثانية في حدود ضيقة بفضل التشخيص المبكر للمرض. تعيين علي إبراهيم مديرا لمستشفى بني سويف. كان أول منصب إداري بسبب نجاح علي إبراهيم وتفوقه ومهارته في مجال مكافحة الأوبئة في الريف هو تعيينه مديرا بمستشفى بني سويف. العمليات الجراحية التي أجراها الدكتور علي إبراهيم. كانت أولى العمليات الجراحية التي أجراها الدكتور علي إبراهيم هي عملية استئصال كلية، وتعتبر هذه العملية من العمليات الكبرى التي لا يقدم عليها الجراح إلا بعد أن يكون قد ساعد في عدد كبير منها، ثم قام بإجرائها تحت إشراف أساتذة حتى تمكن من الاعتماد على نفسه. ولكن علي إبراهيم أقدم على هذه العملية دون سابقة خبرة أو تجربة، وفي ظل ظروف غير مواتية بالمرة من حيث عدم وجود لنقل الدم أو حقن الجلوكوز أو المضادات الحيوية، ولم يكن ذلك اندفاعا منه أو غرورا، بل كانت ثقة في الله أولا وفي قدرته على إتمام العملية بنجاح ثانيا. وبالفعل فقد نجحت العملية نجاحا تاما، ويذكر أن علي إبراهيم كان طبيب التخدير أخذ طبيب التخدير في هذه العملية، وقد كان هو الدكتور مصطفى فهمي الذي أصبح فيما بعد وكيلا لمستشفى القصر العيني. سقط المرضى في الطبيب المصري. ينتقل الدكتور علي إبراهيم إلى مستشفى أسيوط الأميري عام 1904، وهنا انطلقت جهوده نحو تمصير الطب المصري. ففي الوقت الذي استحوذ فيه الأطباء الأجانب على ثقة المرضى المصريين، أخذ علي إبراهيم الطبيب الشاب يشق طريقه لتصبح له مكانته بين الأطباء الأجانب. فقد كان من النادر أن يذهب مريض إلى طبيب مصري لاعتقادهم بتفوق الطبيب الأجنبي، وكانت أسيوط مثلها مثل القاهرة في ذلك الوقت، قلعة الأطباء للأجانب، كما كان علي إبراهيم يعبر عن ذلك دائما ويقول أن الطبيب المصري ليس له وجود بجانب الطبيب الأجنبي في ذلك الوقت. ولعب القادة دوره في معرفة الناس بعلي إبراهيم كطبيب بارع. فقد حل فصل الصيف ورحل الأجانب في أجازتهم السنوية إلى أوروبا، فلم يجد المرضى مفرا من اللجوء إلى الطبيب المصري علي إبراهيم. وعلى الرغم من شهرته الشهرة الواسعة التي حققها علي إبراهيم في بني سويف، خاصة بعد عمليتي استئصال الكلى وتفتيت حصوة المثانة دون جراحة بالغة، إلا أن هذا لم يجد شيئا في أسيوط في أول الأمر. فكانت تمر عليه الشهور وإيراد عيادته لم يتجاوز قروشا معدودة، ولذلك كان المرضى يلجؤون إليه في فصل الصيف فقط لأخذ رأيه في العمليات الجراحية لا لعملها، وإنما مجرد استشارة طبية، أي أنه عمل لفترة من الوقت كطبيب استشاري وليس أكثر. فكان علي إبراهيم صبورا يشير عليهم بالصواب والواجب عمله. وعندما عاد الأطباء الأجانب من أجازتهم وأقروا ما أشار إليه به علي إبراهيم من آراء، وزاد الثقة المصريين في علي إبراهيم، وبدأت تنتشر أخبار العمليات الضخمة التي كان يجريها في مستشفى أسيوط الأميري من عمليات استئصال الطحال أو الكبد أو جزء من الأمعاء أو تفتيت الحصوات وغير ذلك من العمليات الكبرى التي كانت تتم بنجاح باهر بفضل وتوفيق من الله
ومن به على يد الطبيب الشاب علي إبراهيم، فزادت شهرته وأصبح ينعت بعلي إبراهيم الأسيوطي. كان اسمه في ذلك الوقت علي إبراهيم الأسيوطي. اهتمام علي إبراهيم بالتمريض. في أسيوط اهتم علي إبراهيم بالتمريض عناية خاصة، فهو أول من أدخل الممرضات في المستشفيات المصرية، حيث قام بالاتفاق مع أحد الأديرة على إرسال راهبات للتمريض بالمستشفى الأميري في أسيوط، واتفق معهن على مكافأة شهرية. ولما كتب لمصلحة الصحة بشأن هذه المكافأة عارضوه بشدة، إلا أنه لم يتنازل عن مبدئه، فأرسل خطابا أكد فيه استعداده التام لدفع المكافأة من ماله الخاص في حال رفض المصلحة القيام بذلك، فما كان من المصلحة إلا أن رضخت لطلبه ووافقت على صرف مكافآت نظير التمريض. وكانت أسيوط بداية المشوار في الكفاح في جذب ثقة المرضى نحو الطبيب المصري وتدميعهم أواسر التعاون بين الطب والتمريض من أجل مصلحة المريض. تعيين علي إبراهيم في وظيفة مساعد الطبيب الشرعي بمستشفى القصر العيني. في 19 إبريل 1909 خلت وظيفة مساعد الطبيب الشرعي بمستشفى القصر العيني، فقام عبد الخالق باشا ثروت المدعي العام وقتها بتوجيه خطاب إلى علي إبراهيم في أسيوط بشأن ترشيحه لشغل هذه الوظيفة. وهنا ظهرت رغبة علي إبراهيم في الاستزادة من العلم والاستمرار في تقوية أواصر الثقة بين المرضى والطبيب المصري، فأراد أن يفعل ذلك في القاهرة كما فعله في أسيوط، فضحى بالدخل الكبير الذي كانت تجلبه له عيادته، وقد وصل في بعض الأحيان إلى 400 جنيه شهريا، وهو في ذلك الوقت كان يعد ثروة طائلة. وفضل العودة إلى القاهرة لإثبات مكانته بين الأطباء الأجانب وقت أن كانت القاهرة قلعة خاصة بالنسبة لهم. وبالفعل عاد إبراهيم إلى القاهرة وشغل وظيفة مساعد الطبيب الشرعي في الفترة من 1909 إلى 1924، حيث تدرج في منصبه إلى أن أصبح أستاذ الجراحة في كلية طب القصر العيني.